مكان للراحة هنايا، الاستجمام واللي عاقبين من هنا. رائع، جميل، مطعم تقليدي، منتجع سياحي. الله يبارك، ما شاء الله. هنا قاعدة هنايا، مصلى ما نشوفه هنايا. ما نشوفه هنايا مصلى، اماكن ل اماكن ما الجلوس. شوفوا هنا مكان تقليدي، تقليدي جدا. هنا كما نشوفوا هنايا المصلى، هنا مصلى. المصلى، المصلى هنايا، استراحة، دورة المياه، قاعة ضيوف، استراحة بالعور، إرضاء غايتنا، إرضاؤكم غايتنا. شوفوا هنا، هنا بالقصب، الجلوس هنايا، تناول الوجبات هنايا بالقصب هنايا، مخدومة بالقصب. ما نشوفوا هنا، هنا بالجريد، بالجريد هنا كذلك. ما شاء الله. مكان جميل ورائع. هنا طاولة تقليدية هنا بالنخيل، ألعاب الأطفال، مطعم، ومكان هنا. استراحة هنايا، مرة نشوفوا هنا، ها ما شاء الله. لا قصب هنا، هنا عند مفترق الطرق تاع متليلي، متليلي غردايه، متليلي. ها استراحة بالعور، مرحبا بكم. الشيخ عبد الهادي ياوي يزور، زيارة طيبة إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. آمين. استراحة بالعور، مرحبا بكم. ما شاء الله، مكان رائع عند مفترق الطرق هنايا بين غردية ومتليلي.